ابتسم للناس وارسم بنام الوجه الحياة، انسى همك دام ربك يسمع كلام داعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء وله نهاية دامك اللي بهديه. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة. أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة الحقيقة الفضائية، فينما كنتوا فينما توجدوا، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد غيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم، البرنامج اللي من خلاله كنستعرضوا لكم حالات الشفاء اللي كتجي لمجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية، كتستعمل جرعات المكملات الغذائية ولله الحمد كتشافى وكتولي بصحة جيدة. حالتنا النهار اليوم غنتعرضوا أو غنتعرفوا فيها على سيدة سعدية اللي عانت من داء السكري لمدة طويلة. أكيد أن هذا المشكل اللي صابها وخلاها أنها يعني تعاني وتقاسي لمدة طويلة، ولكن ولله الحمد من بعد ما التجأت لمجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية استعملت جرعات المكملات الغذائية وهي في تحسن وفي صحة جيدة، وأكيد أنها غتحكي لكم خلال حلقة اليوم كيف كانت رحلة المعاناة ديالها مع المرض وطريقة الشفاء اللي وصلت ليه ولله الحمد من بعد ما استعملت جرعة واحدة من جرعات المكملات الغذائية اللي كتنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. ونخليكم مع حلقة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعدية من سعدية عزيز من مدينة تيفلت، وجيت لهذا المركز أنا كنت مريضة ومريضة بالسكر، وديت الجرعة الأولى وراني وليت بخير الحمد لله. شي عشر سنين، ولكن العام حط مني ما بقاش قدرت نوقف به، كان طالع لي 10 غرام في الخزان وثلاثة غرام في الآخر، واخا تندير الدواء ما تيرجعش. صافي تعييت وكنت متبعة مع القناة ديال الحقيقة ما تنفلتهاش كاع. واحد النهار قلت لولدي شتاش غادير أولدي، سير أولدي القناة تجيب لي الدواء. درت النية وجيت الحمد لله، ودابا راني وليت بخير الحمد لله. كيما طاح فيا السكر حسيت به، مشيت للطبيب لقيتو كنت نتحر بزاف، نتحر كيعطيني حريق، ومشيت للطبيب لقيت السكر ومتبعة بالدواء والو، واخا تدير الدواء والو. ملي وليت تنكبر شويه بشويه رانا ولا تيطلع ليا بزاف، وصافي بقيت هكاك تندير الدواء. حتى لهاد العام تزيرت بزاف وجيت عندكم تنتبع القران وتنتفرج بزاف في القناه الحقيقه وجيت عندكم والحمد لله، راه دابا وليت بخير الحمد لله. تنشكر الله وتنشكر الدكتور الهاشم. كنعيا بزاف هاد العام، عييت بزاف، تنقد لا نوض ولا نوقف ولا النعاس ما تيدورش، تنعش الناس نعسين وانا تنضر. كل نهار كيصبح في الحاله كيهبط وتيطلع. صافي تندرت الدواء هذا، عطاوني داك الانسولين، عطاوني الانسولين ما كتهبطوش، مابقاش الانسولين كتهبط. وداك الشيء باش جيت اتصلت بالدكتور الهاشمي وديت الدواء وراني بخير الحمد لله. الساعه اللهم لك الحمد، تنشكر الله، تنشكر الدكتور الهاشمي. تيتقلقوا بزاف، تيتقلقوا بزاف، القلق هو اللي تيدير هذا السكر بزاف. ملي كنتقلق تنولي في واحد الحاله خايبه، سمعتيني؟ تنتمنى الله ما يتقلقوش الناس بزاف باش ما يجيهمش هذا السكر. هذا السكر واير الحمد لله، راني كنت كنتقلق وما عرفتش واش غيجيني السكر، كون عرفت غيجيني السكر راه ما غنتقلقش هذا الشيء كله، فهمتيني؟ شي ولا كاين، ما تنقدش ناكل ما الماكله والو، الريجيم واخا تنديرو ما تيدير والو، كنبقى محنا به اللي يعطيه شي نسمه. نتمنى والله يشافي الناس من كل شيء. اما الدار تنتقلق بزاف، نتقلق بزاف مع وليداتي ومع مال الدار، الحمد لله تنتقلق بزاف الحمد لله وتنشكر. لا فهاد الخره كان غيحبس عليا الشغل ديال الدار وكل شيء، ملي وليت عييت كان غيحبس عليا كل شيء، النوض غير بزز، راه عام كله وانا عيانه بزاف. تقنعت من الدكاتره الاخرين اللي جيت عندكم، اللي راني بخير، ما هاد العام كله طلع ما بغاش يهبط، صافي ما هبطش حتى درت هاد الدواء ديالكم عاد هبط الحمد لله. كان 3 غرام و80، دابا ولات عندي غرام و70، درت تحليل غير البارح ولقيت غرام و70 والحمد لله. انا حسيت براسي بخير وحسيت براسي تنعش شويه، حيت كنت ما تنعش الناس ما تيطوش، ما كتبش عليك الحمد لله. هاد الساعه الحمد لله، اللهم لك الحمد،
درت هاد الدواء الحمد لله، درت بحالي الا كنت ميته وحيت الحمد لله. دوزو في محنة اللي يهضر معايا تنشعل معاه، اللي يهضر معايا تنشعل معاه. وهاد اليوم الحمد لله تنعس، راني حمد الله وشكرته وليت تنعس فهاد ملي درت نصف الشهر الدواء هاد الاخر وليت تنعس الحمد لله. ما نتقلقش، الله اللي عطاني راني حمدته وشكرته، ما نتقلقش الحمد لله. ربي تيعطينا وتي الا بغى ربي يشافينا غيشافينا من قبل ساعة، الا يبغى يعطينا غيعطينا، انا حنا كنحمدوه وتنشكروه الحمد لله باش ما عطانا حنا حامدين. الماكله راه خص واحد يدير الريجيم صافي، الريجيم واخا الريجيم ديالو واعر ولكن الواحد يدير الريجيم، الا ما دارش الريجيم راه غادي يموت، سمعتي غادي يموت. السكر واعر، نتمنى والله يشافي الناس كاملين من هذا السكر من اي مرض الحمد لله. ملي كنلقى راسي صحيحه شويه تناكل، ملي تنلقى راسي تندير الريجيم، عندي ما ندير بلا خاطري تندير الريجيم. اش غندير المركز؟ انا شحال من عام وانا نتفرج في هذا المركز وتنقول يا ربي ما تحرمنيش منه، ني باقي ولادي صغار وانا متبعه مع هذا المركز، ما تنحيدوش غير كان الله ما باقي ما سهرش لي الله، النهار سهل لي الله راني جيت عندكم. تنحمد الله وتنشكر، تنحمد الله تنشكر الدكتور الهاشمي وتنشكر الله. تنتفرج بزاف تنشوف الحالات وتنفرح وتنشوف الناس براو تنفرح سمعتيني شي حاجه زوينه الحمد لله، شي حاجه كتفرح في هذه القناه كتفرحني بزاف. وانا تنتيق في هذا الشيء، انا هذا الشيء ديال القران تنتيق فيه، ما كنكذبوش الحمد لله سمعتيني. شي هو اللي كاين، نتمنى والله يشافي كاع اللي مريض فين ما كان. تنصح الناس كاع اللي مريض واللي تيحس بشي حاجه يتكل على الله ويجي للقناه الدكتور الهاشمي، وراه الشفاء كاينه. انا درت الدواء وليت بخير وليت تنشوف، انا كنت كاع ما تنشوف، انا غادا في الزنقه وتنوسع عينيا باش نشوف من المرض السكر، ودابا وليت بخير الحمد لله. تنشقى في داري تنخرج حمد الله وشكرته، حنا كنحمد الله على ما عطانا. شي هو اللي كاين، راني تحسنت الجرعه الاولى، راني تحسنت. ماشي انا كنقول لهم راني تحسنت، هما ما كيتيقوش فيا، تقول ما ودي راني تحسنت، انا راه حمد الله وشكرته تحسنت، هما ما تيتيقوش، ولكن الله هو اللي تيشوف داك الشيء الحمد لله. الحمد لله وتنشكره وتنشكر الدكتور الهاشمي، تنتمنى له التوفيق. تنشكر الله وتنشكر الدكتور الهاشمي، تنقول يا ربي عاونو، يا ربي عاونو في عمله، وتنشكر القناة وتنشكركم نتوما وشكرا. وانسى هم كتاب ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بنادم مدى، كل شيء وله نهاية دام كل بدي.